قطار الرابطة المحترفة الأولى يدرك محطته العاشرة التي تقترح عديد المواجهات الواعدة والساخنة، فالرائد شباب قسنطينة ينتظره تنقل محفوف بالمخاطر إلى ملعب بركني لمواجهة مفاجأة الموسم أمل الأربعاء. فيما يترقب النسر الصطيفي أي تعثر للسنافير من أجل الإنقضاض على الريادة شريطة تجاوز عقبة ممثل الجنوب شبيبة الصورة، فيما سيكون أهل البرج في مهمة تأكيد صحوته بعد تخطيه للمولودية العاصمية حينما يتنقل لمواجهة الشبيبة القبائلية صاحبة المسيرة شبه المثالية بملعب أول نوفمبر. أما اتحاد العاصمة طبعة المدرب الفرنسي إيبرت فيلود فسيخوض رهانا صعبا أمام الحمراء وعلى أرضهم وأمام جماهيرهم. قمة ذيل الترتيب يحتضنها ملعب الوحدة المغاربية ببجاية بين الشبيبة المحلية وشباب عين الفكرون بعنوان نفض الغبار تصحيح المسار للبقاء ضمن حظيرة الكبار.